اللي جايه اللي قبل السنين الجايه. الدكتور احمد مشكوره، الدكتور احمد حسنين، والدكتور احمد الخطيب مشكورين. يعني الدكتور مصعب خالد اللي مش موجود معانا، يعني كانت لجنه المصغره الوضع الاساس لعمل الخطه الاستراتيجيه الجديده، واتعملت يعني درافت للخطه، انما يعني ما زلنا في مرحله التطوير والتعديل والتحسين. الدكتور احمد الخطيب كان له اضافات على المسوده اللي اتعملت. الدكتور احمد حسنين الراجل لما برضه اديت له الخطه يبص فيها كان له برضه بعض الحاجات الكتيره اللي هو محتاج ان هو يتناقش فيها مع حضراتكم، وطلب ان احنا نقعد مع بعض، وده طبعا منطقي جدا في وضع الخطه الاستراتيجيه ان احنا نقعد ونتكلم مع بعض على رؤيه الجامعه خلال الخمس سنين اللي جايين. النقطه دي بالذات يا دكتور احمد، هو احنا دلوقتي برضه بس الناس تبقى عارفه ان احنا كنا بنشتغل على البنود بتاعت الخطه اللي هم ست ابواب بتوع الخطه لحد السنه الجبر اللي فاتت، صح؟ ودي كنا دايما احنا عشان نعمل لازم قبل السنه ما تخلص بنعمل خطه ونبعتها للتخطيط عشان يوافقوا عليها. فبالتالي لا، هو في خطه، بالتالي احنا بنعمل الخطه، مسوده الخطه ونبعتها للتخطيط، وبيروحوا الجماعه بتوع التخطيط بتوعنا يعني يفضل في مناقشات مع وزاره التخطيط عشان نحط الاولويات لحد ما يتوافق عليها. فبنحس الوجود خطه، في خطه مسبقا. دلوقتي اصبحت الخطه كمان خطه مختلفه، مش مجرد انها بتتحط على البنود السته بتاعت الابواب، دلوقتي بتتحط على مؤشرات اداء وليست على بنود. انا في هذا المجال بشكر الدكتور احمد الخطيب، هو يعني وضع اللبنه الاولى للخطه البحثيه للجامعه، لكن خلينا نتفق على انه اي خطط من الخطط يا اما بتيجي من تحت لفوق يا اما من فوق لتحت. يا اما يكون هناك خطط بحثيه او خطط استراتيجيه داخل الكليات، وبناء عليه تبقى في تكامل ثم نخلص الى خطه بحثيه او خطه استراتيجيه للجامعه. هنا احنا كان هناك خطه بحثيه لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي 2030 منبثقة من رؤية مصر 2030. الاثنين دول ماتشنج مع بعض. ففريق العمل الخطة البحثية عكف على الاثنين دول، الخطة البحثية لوزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي. وهناك ثلاث مسارات مختلفة للخطة البحثية، مسارات معتمدة، مسارات ثم برامج ثم بعد كده موضوعات ثم مؤشرات أداء. المهم إيه المرجعيات طبعا أنا في البداية الجزء ده ناقشت مع الدكتور أحمد الخطيب والدكتور أحمد عزيز فيه. في مرجعيات استراتيجية لازم ناخدها في الحسبان. إيه المرجعيات الاستراتيجية اللي خدناها في الحسبان؟ اللي هي الخطه الاستراتيجيه لجامعه سوهاج في الفتره اللي فاتت دي خدناها في السودان. في خطه قديمه موجوده واعتقد واللي كان عملها اعتقد ولعب دور كبير فيها جدا الدكتور احمد عزيز، اللي هي الخطه الاستراتيجيه لتطوير منظومه التعليم العالي لاقليم جنوب صعيد مصر 2007 لغايه 2022. في تقويم الطلاب المختلفه تتسم بالعداله والشفافيه. لدى الجامعة مراكز للتعليم المدمج يقدم عدد من البرامج تغطي تخصصات مختلفة بما يدعم القدرات الذاتية للجامعة. دعم الجامعة لربط ما تقدمه من خدمات مع متطلبات المجتمع المحيط. توجه الجامعة لعلاج مشكلات المجتمع من خلال المتابعة المدنية والقوافل المتعددة. كيف تحدد هذه وكيف تحدد هذه؟ معلش بس عشان ما نختلفش في امور كثيره، انه من الواضح انه انا مش هاخد راي فردي ابني عليه خطه استراتيجيه. مش منظوري انا، انا عندي في اعمالي في كمبيوتر. الاخرين ما عندهمش كمبيوتر، ده مش معناه انه رايي انا ان هناك في تحول رقمي موجود في الجامعه. يبقى اذا حضراتكم نقطه القوه لابد ان نتفق عليها جميعا انها نقطه قوه. ونقطة ضعف لابد ان نتفق عليها جميعا انها نقطة ضعف. لكن ما ينفعش انه رد مجموعة او افراد يكادوا الا يتعدوا نسبة 50% من المجتمع العينة اقول اخذ برايهم، وهذا كلام غير مفهوم.
استكمال المقبلين. دي اول تعليق. التعليق الثاني استكمال لكلام سيد النايب رحمه الله السماء. كتجربه شخصيه حصلت معانا اثناء المشوار بتاع الاعتماد في الكليه، ان كان احد النقاط اللي كان فيها ديفكت عندنا وكنا بنحاول ان احنا نستكملها مدى توافق ماتشنج الخطه التحصيليه للكليه مع الخطه التحصيليه للجامعه، واتعملت مصفوطه كان برضه مساعده الدكتور حسنين فيها، وقلت ان هي لما دورنا لقينا ان في ماتشنج، هو بس اللي ينقص ان الناس تبص وتشوف الخطه التحصيليه بتاعتها هل هي بالظبط ماتشنج ولا مش ماتشنج.